تشير الساعة إلى الثالثة فجراً، أي موعد انطلاقي أبي خالد نحو مزرعة الرقي هنا في ناحية السد العظيم، حيث تشتهر بزراعته آلاف الأطناس تجنى من هذه الناحية، إلا أن حال هذا الموسم يبدو مختلفاً بسبب الجفاف والأتربة. بدأت تنهال الخسائر على الفلاحين كحال أبي خالد. هذا الموسم هذا علينا كلش خسارة، يعني خسارة. أولا الجو تراب، ثانيا الجو يعني ما خدمنا، بارد حيل بارد كان. ايوه تعرف الأسمدة غالية، والأسمدة يعني العام يفرق يعني كثير من السنة. يعني السنة احنا اليوم يوم وثلاث ايام، يعني ثلاث سيارات اربع سيارات احنا ما نقدر، ما حاضرين. 70% من إنتاج الرقي تراجع هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث لم يتبقى سوى 3000 دونم في ناحية السد العظيم التي تعتمد على مياه الآبار فقط بعد إلغاء الخطة الصيفية والشتوية لنفادي مياه الأنهار في المناطق الزراعية. بدا الانتاج قبل اكثر من اسبوع في محافظه ديالى، يعني النزول للسوق. المساحات اللي مزروعه في محافظه ديالى في منطقه العظيم تحديدا هي بحدود 3000 دونم من الرقي والبطيخ. اغلب هذه معتمده على يعني الري بالابار، لانه الشحه المائيه الموجوده في المحافظه اثرت بشكل يعني سلبي على يعني انخفاض المساحه المزروعه بالرقي. ورغم جميع هذه المعاناة لدى الفلاحين، إلا أن الإقبال على الرقي العراقي من قبل الأهالي يزداد يوما بعد آخر، وذلك لما يمتاز به من طعم ولون يختلف عن المستورد الذي يغزو الأسواق طيلة أيام السنة. الرقي العظيم أول شيء يمتاز بالطعم العراقي الأصيل، يعني ناحية الحمار والحلاسان من أبيعه شرط حمار وحلا، ومن أنطل البقال يبيع المواطن ياخذ حمار وحلا، اذا تطلع وحده مو زينه يشمرها. رقي العظام الافضل والاجود على مستوى العراق بات مهددا بالزوال بسبب موجه الجفاف التي عصفت باغلب الاراضي الزراعيه وغياب الدعم عن الفلاحين. من محافظه ديالى، عمر العبيدي، قناه الفلوجه.